بين الآن وعام 2050 سيزداد عدد سكان العالم بمقدار الثلث، وسيعيش معظم الملياري شخص الإضافيين في البلدان النامية. في الوقت نفسه سيعيش المزيد من الناس في المدن. وإذا استمرت اتجاهات نمو الدخل والاستهلاك الحالية، فمن المتوقع أن يزداد الإنتاج الزراعي بنسبة 60% بحلول عام 2050، وذلك لتلبية الطلب المتوقع على الغذاء والأعلاف. لذلك يجب على الزراعة أن تغير نفسها إذا كانت تريد إطعام عدد متزايد من سكان العالم وتوفير الأساس للنمو الاقتصادي والحد من الفقر. الزراعة الذكية هي تطور يركز على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دورة إدارة المزارع الإلكترونية والفيزيائية. مع ظهور الآلات وأجهزة الاستشعار الذكية في المزارع وزيادة بيانات المزرعة من حيث الكمية والنطاق، ستصبح العمليات الزراعية بشكل متزايد معتمدة على توفر البيانات وإتاحتها. لقد اقترحت هذا النموذج للزراعة الذكية عام 2019 بناء على خبراتي الميدانية في هذا الموضوع وتطبيقاته في مصر. زي ما هو واضح في الشريحة اللي قدامنا اللي بتتضمن خطوات الإدارة الأساسية لتنفيذ الزراعة الذكية، وهي ما يلي: الخطوة الأولى هي الاستشعار والمراقبة. يتم تنفيذ هذه الخطوة عمليا باستخدام تقنيات الزراعة المنضبطة، ويمكن إنجازها من خلال المراقبة المباشرة باستخدام تقنيات الاستشعار مثل أجهزة الاستشعار أو الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى البيانات الخارجية التي يمكن الحصول عليها لتكملة الملاحظات المباشرة. الخطوة رقم 2 هي إنشاء البيانات، حيث يتم التقاط كميات ضخمة من البيانات المتنوعة وتخزينها لمزيد من التحليل، وتسمى البيانات الكبيرة. الخطوة رقم 3 هي الحوسبة السحابية، حيث يتم توصيل كل شيء معا من خلال إنترنت الأشياء، والبيانات يتم تحليلها واستخدامها في صنع القرار. وأخيرا الخطوة رقم 4 وهي التحكم الذاتي، حيث يقرر الذكاء الاصطناعي وينفذ التدخل المختار لتصحيح أداء المزرعة. دلوقتي أنا هناقش بإيجاز كيف يمكننا استخدام هذه الخطوات الأساسية الأربعة لإدارة البستان باستخدام نظام الزراعة الذكية. الزراعة المنضبطة هي نهج في الإنتاج الزراعي بيعترف بأن إنتاجية الأرض يمكن أن تكون متغيرة، وبالتالي فإن إدارتها يجب أن تكون مستهدفة بدلاً من تنفيذها بشكل موحد على نطاق واسع. الصورة اللي قدامكم بتوضح قاعدة بيانات أنا قمت بعملها بتقنيات الزراعة المنضبطة لمزرعة عنب مساحتها 5 فدان، حيث تظهر فيها المناطق التي بها شجيرات نموها ضعيف جدا بلون أحمر،
وتظهر المناطق التي بها شجيرات نموها قوي وزائد عن الحاجة بلون أزرق، بينما الشجيرات ذات معدل النمو المتوسط والمرغوب فيه تظهر باللون الأخضر. يمكن تنفيذ الزراعة المنضبطة بمساعدة أنظمة تحديد المواقع العالمية أو بتسمى بالجي بي اس، وأنظمة النظم المعلوماتية الجغرافية أو الجي اي اس، وعن طريق الاستشعار عن بعد اللي هو الار اس. والاستشعار عن بعد بيكون عبر الأقمار الصناعية أو التصوير الجوي، وكذلك باستخدام الاستشعار القريب بواسطة المجسات أو المستشعرات الثابتة أو المتنقلة. مكنتنا التطورات في الشبكات اللاسلكية وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية من التقاط البيانات وإنشاء البيانات الضخمة أو البيانات الكبيرة، مثل بيانات الطقس ومعلومات السوق. الاستخدام النهائي للبيانات الكبيرة هو الحصول على المعلومات أو الذكاء الذي تتيحه هذه البيانات الكبيرة. لن يكون للبيانات الكبيرة قيمة حقيقية بدون تحليل لحل مشاكل البيانات الغنية بالمعلومات الفخيرة، وتكون قادرة على المساعدة في صنع القرار. إنترنت الأشياء، وهي نظام من أجهزة الحوسبة المترابطة والآلات الميكانيكية والرقمية والأشياء والنباتات والحيوانات أو الأشخاص، الذين يتم ربطهم بتعريف خاص ويكون لهم القدرة على نقل البيانات عبر شبكة دون الحاجة إلى التواصل البشري أو التفاعل بين الإنسان والحاسوب. تربط إنترنت الأشياء لاسلكياً جميع أنواع الكائنات والأجهزة في الزراعة وسلسلة التوريد والتسويق، مما ينتج عنه العديد من البيانات الجديدة التي يمكن الوصول إليها في الوقت الفعلي. التحليلات هي عامل النجاح الرئيسي في خلق قيمة من البيانات الكبيرة. لذلك تحرص العديد من الشركات الناشئة الجديدة والمبتكرة على بيع ونشر جميع أنواع التطبيقات للمزارعين، وأهمها يتعلق بنشر أجهزة الاستشعار والقياس المعياري والنمذجة التنبؤية وإدارة المخاطر. الذكاء الاصطناعي هو علم وهندسة صناعة الآلات الذكية. الفكرة الأساسية وراء ذلك هي القدرة على تكرار قدرات العقل البشري. بينما تأخذ الزراعة المنضبطة في الاعتبار الاختلافات العقلية، فإن الزراعة الذكية تتجاوز ذلك من خلال اعتمادها في الإدارة ليس فقط على الوضع في الحقل، ولكن أيضا على البيانات الممثلة في حقول أخرى والمدعمة بدراسات تطبيقية. ولضمان القدرة التنافسية العالمية والأمن الغذائي على المدى الطويل، فإنه من الضروري أن نبني بنية تحتية
مادية وسيبرانية مستدامة لتمكين الزراعة المستدامة والإدارة الذاتية. يجب أن تمكن هذه البنى التحتية نجاح مزارع الجيل القادم المنضبطة من خلال تسخير التقنيات الجديدة والناشئة مثل الأقمار الصناعية الصغيرة وإنترنت النطاق العريض والواقع المعزز وتحليلات البيانات المتقدمة وأجهزة الاستشعار والروبوتات.